أربعاء جديد، الثقافة والفن والرأي تحضر على طاولة يا هلا بالعرفج في جولة معرفية يصحبكم فيها كالعادة عامل المعرفة أحمد العرفج. حياكم الله في هذه الحلقة وفي هذا الأربعاء من يا هلا بالعرفج اللي اسمحوا لي أن أسميه المختلف والاستثنائي إلى حد ما. لماذا هو مختلف واستثنائي؟ لمناسبة حزينة وموجعة يعيشها ليس الخليج فقط وإنما العالم كله برحيل ووفاة أمير الإنسانية الأمير صباح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. بالأمس خصصنا حلقة يا هلا بالكامل للحديث عن هذا الموضوع، اليوم نكمل الجديد في هذا الموضوع وهو وصول جثمان الشيخ صباح وتشييعه اليوم في الكويت وسط حالة كبيرة من الحزن اللي تعم العالم بأجمع. خلوني بس أقول شغلة، إنه حالة المحبة الكبيرة اللي لمسناها من كل دول العالم تصادق على أن شخصية هذا الرجل كانت من الشخصيات القيادية الاستثنائية المحبوبة، وأن الإرث السياسي والإنساني والاجتماعي وبين قوسين الأبوي الذي تركه الشيخ صباح سيظل حاضرا وحيا في ذاكرة التاريخ ما دامت السماوات والأرض. مثل ما قلنا أمس نقول اليوم، نعزي أهلنا في الكويت ونعزي أنفسنا ونعزي الإنسانية جميعا في وفاة هذا الرجل. اليوم في أهلا بالعرفج سنستعرض لكم مع بداية هذه الحلقة هذا الفيديو عن تشييع جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسأعود مع الدكتور أحمد العرفج للحديث عن مآثر هذا الرجل رحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كانت هذه اللمحة عن أبرز المحطات العمل وتحديدا السياسي للشيخ صباح بدءا من 1954 إلى 2006 حينما أصبح أميرا لدولة الكويت، إلى 2020 حين وافاه الأجر رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. أرحب بنجم وضيف يا هلا بالعرفج دائما الدكتور أحمد العرفج. دكتور حياك الله معنا في يا هلا، وعظم الله أجرنا جميعا في وفاة الشيخ صباح. أي والله عظم الله أجرنا. طبعا تعرف الناس لم يعهدوا علي أني أنا أظهر في مظهر الحزن، لكن أحيانا محطات الحزن هي محطات مهمة في حياة الإنسان حتى يستعيد الإنسان مثلا يستعيد مآثر الآخرين، مآثر من رحلوا. محمود درويش يقول أن الموت لا يفجع الأحياء، الموات يفجع الأحياء، فنحن المفجوعين. أنا أعتقد أنه الشيخ صباح لم يمت فعلا، هو لم يمت، فأثاره باقية. صحيح. والذكر للإنسان عمر ثاني كما يقول أحمد شوقي. الرجل 40 سنة وزير خارجية، لا أعتقد أنه الناس تنساه بسهولة. أيضا رجل كما قال في مقطع متداول له أن زوجته قالت له أتمنى بس أشوفك يوم غير مبتسم،
فرجل إن شاء الله أنه بيدخل الجنة من جراء الابتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أيضا رجل اسمه مميز وأفعاله مميزة وتاريخ عريق وعظيم وأيضا متعدد المواهب، أسس في الفنون الشعبية، أسس في الخارجية، أسس في البلد، أسس مؤسسات إنسانية وكرم على مستوى هيئة متحدة. الرجل مثل هذا أنا أعتقد أنه لم يمت، أبدا لم يموت ولن يموت في ذاكرة الأجيال القادمة. أنا أعتقد إذا كان جملة اسمية في القواعد اللغة العربية المبتدأ والخبر فالسعودية المبتدأ والكويت هي الخبر، أو الكويت هي المبتدأ ونحن الخبر، لا نختلف، نحن اثنان. الملك سلمان اليوم حفظه الله كلام واضح، أبين أنه صباح ليس كويتيا بل سعوديا عربيا، قال إني فقدت أخا عزيزا أكن له مكانة كبيرة في قلبي. خلاص إذا انتهى الشيء الثاني، كل العرب والمسلمين والناس يذكرون تصريح الملك فهد الله يرحمه عندما اجتاح صدام الكويت، قال يا نعيش سوا يا نموت سوا، فنحن والكويت مصيرنا مصير واحد، أراد الله لنا القدر هذا المصير المشترك، عوائل متناسبة، البترول متداخل، العادات متداخلة، الدين متداخل، المحبة متداخلة، لا يمكن أن تفصلها أي شيء يا أبوي. فهذا الجهة الأولى، أنه نحن ما يضر الكويت يضرنا وما يضرنا، نحن كالجسد الواحد، هذا واحد. الشيء الثاني، الشيخ صباح زي ما قلت لك لم يمت، لأنه من فاختر لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذن هو الشيخ صباح ترك من العمل ما يجعله حيا بيننا. نجي للشيخ نواف الله يحفظه، وقد تنادت البلاد أمس بتعيينه أميرا، وأكيد أنه كما قالت المملكة العربية السعودية نحن نوافق ونؤيد ما أيدته الكويت وما رأيته خيرا لها، لأن الكويت أدرى بأمورها. فنبارك للشيخ نواف ونتمنى له إن شاء الله التوفيق والسداد. وأيضا الشيخ نواف لديه من الرصيد، كان وزير داخلية، استلم حي اسمه حولي، أنا زرته في الثمانينات لم يكن شيئا جعل منه مدينة حضارية على مستوى العالم، لمن تكتب حولي تطلع لك على مستوى العالم، أخذها قرية صغيرة. الشيخ نواف رجل أعطى الكويت، ابن الكويت، عرف بالسماحة، عرف بالتنوير عندما استلم قطاعات العسكرية، ابتعث مجموعة كبيرة من الطلاب. فأنا أقول إنه الكويت ودعت سيد واستقبلت سيد، ودعت رجل كبير أعطى وتستقبل الآن رجل كبير سيعطي. الكويت والسعودية في الأخير قلت لك هي مصير مشترك، ولا يمكن فصل الجسدين أبدا. أتحدى أكبر دكتور زي الربيعة يفصل هذين البلدين السياميين عن بعضهما. جميل جدا، رحم الله الشيخ صباح. الأمر اللي أريد أن أنوه إليه قبل أن أذهب إلى الفاصل، أنه صدر اليوم توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإقامة صلاة الغائب على في الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء على الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رحمه الله. وإذا بسمع منك تعليق سريع دكتور على هذا التوجيه. والله هذا أكيد، شوف مثل هذه الأوامر التي تصدر لا تصدر إلا لشخص له قيمة وقامة، فأكيد إنه حكومتنا الموقرة تعرف ما للشيخ صباح من مكانه، لذلك الأمر الملك حفظه الله أصدر أمر بأنه تصلى عليه صلاة الغائب، وهو الحقيقة جدير بهذا. هو لم يعد أسرى أميرا للكويت، هو أصبح أميرا للعمل الإنساني في الإنسانية ككل. أيضا بس أحب أبين يا أبو يحيى، نحن جيلنا نحن يعرف الكويت جيدا، الكويت المسرح، الكويت الثقافة، الكويت الكرة، الكويت التلفاز، الكويت المجلة العربي، الاستنارة، الفلسفة، الثقافة، نعم. كلها يعني احنا صغار دورة الخليج نشأنا فيها، العنبري، حمد ابو حمد، فيصل الدخيل، جاسم يعقوب، كنا نرى الكرة الكويتية قدوة، المسرح الكويتي قدوة، التلفاز الكويتي قدوة، الفن الكويتي قدوة، الفلسفة، التعليم، الثقافة، ما في مثقف عربي إلا في الستينات مر، وكأنه حتى تحصل على لقب مثقف ومتعلم لا بد أن تعبر من جامعات الكويت. جميل جدا، نرجع نترحم على الشيخ صباح، بالتوفيق للشيخ نواف. إذا يعني بقدر حزننا على رحيل الشيخ صباح بقدر تفاؤلنا أن تعيش الكويت المرحلة القادمة بسلام وتنمية وجمال اعتادت عليه. ولا أجد ختاما لبقاء مآثر الشيخ صباح حية أجمل من بيت أحمد شوقي الذي ذكر به الدكتور أحمد العرفج، والذكر للإنسان عمر ثاني. فاصل مكملين.
حياكم الله مجددا في هلا. بنبدا معكم فقرات يا هلا بالعرفج المعتاده، ولكن قبل ما نبدا فقرتنا الاولى بس ابى انوه الشيء الى انه حزمه فرح وسيره وتر اجلناها هذا الاسبوع، يعني نظرا لوفاه الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ولاننا نتشارك مع اهلنا في الكويت وفي الانسانيه جميعا العزاء في وفاه هذا الرجل رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته. ولذلك سنبدا اليوم بخبر الاسبوع اللي من صحيفه عكاظ تحت عنوان عكاظ تكشف تفاصيل تهيئة 38 جهة حكومية للخصخصة، متى؟ خلال 24 شهرا. كشفت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص المعدلة التي اطلعت عكاظ عليها أنه ستتم تهيئة 38 جهة حكومية خلال عامين لتخصيصها، إضافة إلى الجامعات التعليمية والمستشفيات التخصصية. الخصخصة يا دكتور، المفردة المخيفة المطمئنة اللي إلى الآن ما عرفنا نقبض عليها كما يجب، تفضل. شوف، أنا أول شيء أشكر جميل الذيابي في عكاظ على انفرادهم بالخبر ذا، والحقيقة ما لقيت أبدا أي صحيفة تعرضت له، ولا لقيت أنتم مريتوا عليه بدون تعليق. أنا بعد بكرة في يوم الجمعة كاتب عن الخصخصة من ناحية ومن وجهة نظر المواطن. أولا لما نجي نعرف الخصخصة، تعرف حنا جمهورنا طيبين يحبون ندلعهم ونعرف الخصخصة. الخصخصة باختصار هي تعريفاتها كثيرة، لكن هي نقل بعض ممتلكات الحكومة ووصول الحكومة إلى القطاع الخاص الشركات. طبعا مدارسها كثيرة وتعصب لها كثير زي التعصب الرياضي. في ناس ضد الخصخصة على طول وفي ناس مع الخصخصة. المميز في الموضوع أني كلمت صديقي المستثمر فهد النصار، وهذا الرجل أثق فيه في موضوع الخصخصة. أنا ماني متخصص في الخصخصة، لكن أملك أني كيف أصل المعلوم. فكتبت من عنده وأملاني بالتليفون وسألته عن الطرق. قال لي أحمد في عدة معالم. أول شيء الخصخصة في البلدان الفقيرة تختلف عن البلدان الغنية. بعدين ذكرني موضوع الهاتف. أنا من الناس اللي دفعت إلى الآن 16,000 عشان أشتري خط زمان قبل الخصخصة. الآن هم يطقون بابك يزعجون يقول لك خذ هاتف ومعه تخفيضات. إذن التخصيص إذا كان بإدارة الحكومة وأيضا بإشراف المواطنين ومراقبتهم في الغالب ينجح ويفيد الدولة ويفيد. يعني مثلا الصين جابت 360 مليار دولار من الخصخصة في سنتين. إذن الخصخصة قادمة. لما تقرأ الرؤية من ضمن برامج الرؤية برنامج التخصيص، برنامج الرؤية للتخصيص، تخصيص بعض القطاعات. الآن الخبر يقول لك كم؟ 32 قطاع، 38 في خلال سنتين. أنت كمتخصص في الإعلام، والله هذا السؤال قبل ما تكمل دكتور، يعني تشوف أنه هذه المدة كافية؟ أليست قليلة سنتين على 38 جهة؟ الجهات لازم تستوعب، الناس لازم يستوعبون. بس خلاص احنا تأخرنا كثير. تعرف سمو ولي العهد قالها كم مرة، قال إنه إحنا مع عبد الرحمن راشد، قال أنا مستعجل مرة، وقال له يمكن العجلة ما ذا، قال نغير السيارة في 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 تعرف في تسريع في الوتيرة، وبعدين كل جهة الوحدة. يعني سنتين أعتقد لا مانع عندنا تفاعل. عندك طال عمرك أنت بالنسبة لك كإعلامي عندك أربع قطاعات يهمك تبي تخصخص: هيئة الإعلام المرئي والمسموع، هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالمناسبة نبارك لصديقنا أبو فهد الأستاذ القدير، وهو طبعا أنا تجربتي معه عريقة لأنه هو رئيس تحرير وكان يعني يديرنا بأحسن إدارة في المقالات، ما يملعنا لشيء ولا. فنبارك له. وأنا أقول لك كفاءة كبيرة محمد الحارثي، شاب مبدع يتحدث الإنجليزية بطلاقة، تجربته في بريطانيا في الإعلام الخارجي إن شاء الله حيجد أيضا مساحات كبيرة مع هذا الرجل. بس بالمناسبة بالتوفيق هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء السعودية، الإعلام، الرياضة، هذه كلها تخصخص. الإسكان الأخيرة وشي؟ الإعلام والرياضة، وزارة الإعلام ووزارة الرياضة. أيوة. الآن الخصخصة ليست سيئة، هي في الخصخصة عشان تنجح قلت لك يتوفر فيها شيئين: إن الحكومة تصير صارمة، مثلا زي عندك هيئة الاتصالات تراقب شركات الاتصالات، أيضا المواطن يصير شريك زي ما صار في أرامكو. أرامكو من أول أنا أشوفها تروح وتجي. الآن أنا عندي أسهم في أرامكو يجيني كل ثلاثة شهور أرباح مخباتي، إذا أنا صرت أستفيد من الشركة. أنت لما تحط هذه الشركات كقطاع خاص، تستلم مثلا مطار المدينة أعطيته شركة خاصة وانت ساهمت فيها، الواحد يشوف الأسهم تحت إشراف حكومي هيئة الطيران المدينة، هذا بكل العالم أنه كذا واضح. الآن طال عمرك في موضوع الخصخصة في نقاط مهمة أنا أقول أشبهها تشبيه شعبي عشان أبسط لنا. لما تشتغل بالقطاع العام زي اللي يسكن عنده حلو، اللي يشتغل بالقطاع الخاص زي اللي يسكن فندق،
بالعقليتين هذه، أو خلينا نقول القطاع العام متسامحين، ما على قول عادل إمام ما حدش يترفد إلا بقرار وزاري، ما أدري، في ضوابط كبيرة إنك تفصل ما تفصل. القطاع الخاص لا، لهم بسرعة جزارين. فأنت كموظف، أنا أقول الحين لأصحابي الموظفين من الآن استعدوا، حتنتقلون إلى ملكية ناس آخرين عقليتهم غير عقلية القطاع العام. بمعنى واحد، إذا ما طورت نفسك كل سنة ستضيع. المدرس حيكون له تقييم سنوي، إذا ما تطورت على طول تحال للتقاعد. هذه أول واحدة. ثانيا، الإنتاجية الرديئة والبسيطة اللي كنت أنت تسويها في القطاع العام لن تقبل في القطاع الخاص. هذه الثنتين، كفاءة الإنفاق والمشاريع بالهبل التي في القطاع العام لن تجدها في القطاع الخاص. أنا أقول يا جماعة، يا قوم، يا نساء، يا رجال، من الآن الحكومة أعطتكم 24 شهر، من الآن ادرسوا التخصصات، ادرسوا التخصيص، ما هي فوائد التخصيص، كيف أطور نفسي في التخصيص، أستغل كل الإمكانيات من لغة أطور نفسي. في القطاع الخاص لن يقبلوا لك إلا بلغتين، لغة عربية ولغة إنجليزية قراءة وكتابة. علشان كذا سألتك أنه هل السنتين تكفي ولا لا؟ يعني الناس هل يستطيعوا في خلال هذه السنتين أنهم يلحقون بهذا كله؟ وسؤال آخر دكتور، بحكم تبحرك في هذا الموضوع، يعني أكثر ما يشغل الموظفين الحكوميين هو الميزات، المرتبات، الميزات المادية، الميزات الوظيفية، ستبقى هي، ستزيد، ستقل، إيش الفكرة؟ شوف، أنا حسب اطلاعي الموضوع، السؤال الأول أنه الفترة كافية، وأنا أعتقد أن الحكومة عندنا فيها مرونة، ممكن تمدد 6 شهور لو احتجنا، بس هم قالوا سنتين، لو تحط 10 سنين قالوا لك ليس كافية. طيب، فالحكومة دائما تحط سنتين وبعدين تزيد 6 شهور سنة. ومو بعض الوزارات لا والله شادة، يعني بعض شركة المياه الآن شادة حيلها بتخصص بسرعة. هذا واحد. الشيء الثاني، ذكرني بالسؤال الثاني. الشيء الثاني اللي هو الميزات الوظيفية والمادية. شوف، في الخطوط السعودية وفي الاتصالات طلعوا موضوع الشيك الذهبي، يمكن تذكره. هم بعض الناس اللي غير قابل للتطور، مثلا يجيك واحد زي الحجر في الطريق، لا هو اللي يتقدم ولا يخيرونه بين خيارات. أكيد أنه كل قطاع عذر، أنا ما أقدر، لكن أقول لك أنه القطاعات كل قطاع له آلامه وله أمراضه سيعالج بطريقته، لكن أنا أقول لك ركز على القطاعات، الوزارات اللي تخصص، وزارة المياه والزراعة والنقل والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والإسكان والتعليم والصحة والشؤون البلدية القروية والحج والعمرة، هذه كلها حتخصص، والرياضة والإعلام، هذه حتخصص. وأنا أعتقد أنه أسرع أشياء حتخصص أسرعها، هذا النبوءة من عندي وليس أنه وزارة الشؤون البلدية القروية، لأن موظفينها في الغالب وصلوا إلى طريق مسدود أنهم غير قابلين للتطوير. لذلك تجيب شركات. أنا أعتقد لأنه يا أخي البلديات، يعني أي موظفين فيهم تقصد؟ يعني في فئات وظيفية كثيرة. لا، البلديات المراقبين مثلا. لا لا، أنا ما أقصد أن البلدية أعباءها كبيرة، يستلمونك من يوم ما تولد لين تموت، هم حق المقابر. فالبترة ذي تبي تفتح بقالة هم المسؤولين عنك، تبي تسوي بيت هم المسؤولين عنك، تبي ذا من يوم ما تولد لين تموت، أعباءها كبيرة. المفترض أنها تقسم إلى إدارات متعددة، كل إدارة تمسكها شركة، بحيث أن أنت تعرف ترى تسحلنا الأمور كثير. الآن شوف نظام أبشر أنت وين يا أخي، أنا قعدت عشان أطلع بطاقة أحوالكم يسمونها تبعية، قعدت سنة ونص، الآن الشباب يقدمونها أونلاين بربع ساعة. أنا أقول نقدر بهالأمور، بس أنه في القطاع الحكومي كما قال المسؤولون عندنا في ترهل كبير خلال 40 سنة، عشان تستنهضه لازم تضحي بفصل بعض الناس، حالتهم التقاعد، التطوير، التسريع، بس الشؤون البلدية القروية أقول لك لأنها متعبة، بدليل أنها كم وزير جاء ما قدر يسوي شيء. البلدية الأمانات، وش اللي مخليها متعبة؟ كثرة مهامها؟ أنا أقول وقلة موظفينها للأمانة يا أخي. الحين مثلا في الرياض، ما أنا ما أدري كذا في شوية لا لا طبعا لا لا، أنا ما أقول لك أنه تقصير منهم، أنا أقول أنه هم أول شيء موظفينها لا يطورون أنفسهم، إضافة لأنه مهامهم كبيرة. يعني أنت في الرياض كم تتصور مراقب مثلا؟ ما أعرف، أنا أقول يمكن، أنا ما عندي إحصائي، بس قل 100 في 10,000 بقالة، 100 ذولا كيف حيلفون؟ لو إنه الواحد 24 ساعة يلف كان. طيب الخصخصة إيش حتسوي؟ حتزيد عدد الموظفين؟ لا، الخصخصة حترتب الأمور وحتخفف المهام. يعني مثلا لما بدأت الدولة كانت الداخلية تابعت لها الرياضة، تابع لها الإعلام وذا، بعدين والثقافة، بعدين تفصفصت.
أنا أقول إن توزيع العمل إعادة هيكلة وترى الدولة. جميل. أنا بصراحة أشكرك على إضاءة هذا الموضوع. ليش؟ لأنه يفتح كثير من الحوار المستقبلي حوله. أتحدث عن الخصخصة، أتوقع أنه يحتاج أكثر من حلقة. أي والله. من مختصين. أنا بجيب، نعم بجيب من عندي، بس أنتم في أهل اليوم ركزوا، لأنه هذا مستقبل البلد. أنا ما أبغى الناس بكرة المعلمين يتفاجؤون زي ما تفاجأنا بالمدرسة الافتراضية. شوف اللي كانوا يعرفون بالكمبيوتر أول سلكوا مع المدرسة الافتراضية بسرعة، اللي ما كانوا مستعدين تعب. والناس بطبيعتها يا أبو يحيى تقاوم الجديد، تقاوم. أنا أعتقد أن هذا الموضوع يستحق والله أكثر من حوار، لأنه أنت بكرة أنت الرتانة ممكن تخصخص، ممكن هي خاصة خاصية. لا قصدي الآن هيئة الإعلام المرئي والمسموع. شوفت 6000 موظف اللي بالتلفزيون، والله بكرة أول من يصايحون يتذمرون التخصيص، لأنه ما استعدوا. استعدوا من الآن، شوف الطلبات التخصيص. بس كيف يستعدون يعني؟ قلت لك استغلال كل الإمكانيات، رفع الطاقة، أخذ دورات مستمرة، التعليم، المعرفة. في نظرية يقول لك كلما زادت المعرفة كلما زاد دخل الإنسان. الدخل طيب، ويفترض أن الجهة اللي هم فيها الآن مثلا هيئة الإذاعة والتلفزيون ولا غيرها تساعدهم في هذا التطوير؟ طبعا، ومكتب الرؤية يساعدهم. طيب وين دور والمركز الجهات الوطني للتخصيص؟ هم الحين عفوا أنا بقول لك الجهات الأربعة اللي نص عليها الخبر، نص على أنه 4 جهات تساعد في موضوع تسهيل التخصيص. شوف حلو. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، هذا واحد. المركز الوطني للتخصيص، مكتب تحقيق الرؤية، أقربها الرؤية. موثوقة جدا. أقربها الرؤية. أنه يا جماعة الموظفين من الآن يبدون يسألون، أنتم مدين للتخصيص قولوا لنا من الآن نستعد، نفصل ثياب التخصيص، فصل الجاكيت حق التخصيص. صحيح، ترى الأمور بهالبساطة. يعني أنا مثلا لما قرأت أنه والله السعودية مقبلة على إنترنت الأشياء، أنه كل شيء على طول، تعلمت كيف أكتب، كيف أحجز، كيف أونلاين. ما قعدت تقول لا والله ما نبي يا أخي، صعب الله يقطعهم عقدونا. لا انت قالوا لك بكره يا ابو يحيى الشارع ذا سديناه وحنروح منه. لا تقول الشارع القديم وتبكي على اطلال زي العرب، غير واستعد للشارع الجديد. نروح لمزاين الكتب. طيب، مزاين الكتب، يوم في حياة كاتب ترجمة علي زين. نتعرف اكثر على ما يحتوي هذا الكتاب من خلال الفيديو الذي يستعرضه لنا من الدكتور عبد الرحمن السلطان. وقبل ما نروح للفيديو يجب أن أقول كلمة حق وإنصاف في حق هذا الرجل. الدكتور عبد الرحمن السلطان من الأشخاص المثقفين القادرين على تغيير سلوك القراءة والثقافة والمعرفة لدى المجتمع بما يقدمه من سنوات عبر منصات التواصل الاجتماعي من تشجيع قوي جدا على موضوع القراءة، فيجب أن نقدم له كثير من الشكر والتحية والتقدير. ونشوف هذا الفيديو. مساكم الله بالخير، كل الشكر لعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج على دعوته لي بالمشاركة في مزايين الكتب ضمن يا هلا بالعرفج للحديث عن كتاب يوم من حياتي كاتب. يقول الشاعر والكاتب الأمريكي إي بي وايت أن الكاتب الذي ينتظر تحقيق الظروف المثالية ليكتب سوف يموت قبل أن يضع كلمة واحدة على ورقة. عن منشورات دار تكوين، وفي 270 صفحة يتضمن كتاب يوم من حياة كاتب مقالات ل59 كاتبا من الحائزين على الجوائز الأدبية اختارتهم صحيفة الغارديان البريطانية. يحتفي فيها الكتاب بطقوسهم اليومية وما هي الأسرار المتعلقة بالكتابة الإبداعية، ويكشفون للناس كيف تحدث المعجزة، أي تحويل الصفحات البيضاء إلى أعمال عظيمة تتصدر الأكثر مبيعاً. الآراء مختلفة بين هؤلاء الكتاب، فمنهم جوناثان كو وهو الروائي والكاتب البريطاني الذي يقول أنه يحب الكتابة في الأماكن العامة الصاخبة، فإذا كان مركزاً بعمق على العمل فإن الأصوات من حوله تتلاشى، وإذا كان يبحث عن فكرة ولم يجدها فقد يساعده الاستماع إلى هذا الصخب من حوله لأن يجد الفكرة. أما ماجي أوفرايل وهي الروائية الإيرلندية الحائزة على عدة جوائز تقول ليس هنالك ما هو أخطر على الكتابة الجيدة من وجود الكثير من الوقت والكثير من الحرية، فأنت بحاجة إلى ما يبعدك عن عملك ويجب أن تجلس على الشاشة وبداخلك شوق شديد للكتابة وأن تستميت فيها، ويجب أن تجلس على مكتبك وبداخلك رغبة في إطلاق العنان في كل ما تفكر به. أما الكاتب مايكل بوند وهو المتخصص في الكتابة للأطفال فيقول أنه يحب النظر من النافذة بينما يكتب ويشاهد كل نشاط، فهو شخص ترعرع في المدينة ويأتيه الإلهام من مشاهدة الناس،
فإذا ذهب إلى نزهة قصيرة عادة ما يعود مترعا بالأفكار، ويعتقد أن ذهنه قد تكيف مع عمله ككاتب، فأصبح يراقب باستمرار المحادثات الجانبية الخاطفة والقصيرة. هيلاري مانتيل تقول إن الأيام التي تتدفق فيها الكلمات بسهولة ينتج عنها كتابة آلاف الكلمات في العديد من مشروعات الكتابة، بل يصل الأمر إلى البدء في مشروعات جديدة، فتتدفق الكلمات بما يشبه الحفلة الصاخبة المجنون الذي يستمر دون توقف، ولذا يجب أن يقوم الشخص ما بتنظيف هذه الفوضى بعد ذلك. والأجمل أن هذه الأيام التي تبدأ فيها بالكتابة ثم تتوقف ليست أقصر من غيرها، ولكنها أيام محرجة ومليئة بالقلق. وبعد، هي طقوس مختلفة وممارسات متباينة. سؤالي المهم، متى تبدأ أنت بالتدوين؟ شكرا للدكتور عبد الرحمن السلطان. ثلاث مرات، مرتين لها علاقة بالبرنامج ومرة ما لها علاقة. اللي لها علاقة بالبرنامج على قبول ودعوة البرنامج وعلى كل ما تفضل فيه. الشكرا الثالثة يعني أوصلها بالمقدمة على كل ما يقدم اليوم على مستوى القراءة والثقافة، لأنه من الأشخاص القلة اللي يولي كل هذا الاهتمام ويحاول تصدير ثقافة مختلفة للمجتمع. التعليق عندك دكتور. وأنا أثني على كلامك، أنا صوت عبد الرحمن أليف، لأنه الحقيقة هو نزل الحين يمكن 55 كتاب وأنا حاطه بمبثري، وكل ما أمشي أسمع صوت، فأنا يقول لي عبد الرحمن ما تتصل بي، قلت يا عبد الرحمن أنا كل يوم أسمع. أنت كل يوم معي، أحس أنك معي دائما. أهني والله على فعلا، تعرف القراءة أصبحت ثقافة النخبة أو ثقافة القلة، ولما أنت تبيع وتشتري مع القلة فأنت رجل صامت. كل الناس تروح مع الأكثرية، كل الناس تبيع البضائع الرائجة، لكن الشاطر اللي يبيع البضائع التي لها قيمة ولها محتوى ولها وتبقى مع الأجيال. والله كثير عبد الرحمن لخص لي كتب ب 500 صفحة، لخص لي بخمس دقائق، وفعلا عبد الرحمن فنان، لأنه ترى التقاط الأشياء في الكتاب هذه أخذنا فيها دورات، عشان أنت 400 كتاب تلخصه في 4 دقائق هذا شيء صعب. هذا ما يخص عبد الرحمن، وإن شاء الله أنه حيكون ضيفنا بعد شهر في كتاب آخر. اليوم هذا يوم من حياة كاتب. الحقيقة الكتاب هذا أنا قرأته قبل سنة وحسيت أنه يليق بعبد الرحمن، فكلمت قلت له عبد الرحمن قريت الكتاب؟ قال قلت له تكفى قراءه وعندك أسبوعين ولخصه لي. قال لي بشر يا أحمد، لأن نحب إحنا ننوع في القراءات ونجيب متابعين عبد الرحمن، ومتابعين عبد الرحمن يروحون عندنا وهكذا. هذا الكتاب فيه 4 نقاط مهمة لأي كاتب، أنا أعتقد أي كاتب يمارس الكتابة مست بالإنجليزي، يعني يجب أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه يجيب لك تقريبا 59 كاتب وكاتبة من أهم الكتاب في العالم، كيف الطقوس في الكتابة، وكل واحد يختلف عن الثاني الغريبة، لكن كلهم يصلون لهدف. هذا واحد. ثانيا، إنهم تقريبا كلهم ركزوا على أنه المشي مادة أساسية في توليد الأفكار. المشي، وهذا فكرة محببة لي بالنسبة صحيح. لي سؤال دائم لك في المشي مع العرفة بالضبط إيه؟ والحقيقة أن أكثرهم يقولك لما تتوقف الفكرة أو الحبكة تصل عندي الطريق مسدود أمشي فتنفرج الحبكة. الشيء الثالث، التأكيد على مراحل الكتابة الثلاثة، وأنهم كلهم يقولون المسودة خطوة أولى، بعدين المراجعة، بعدين الصياغة النهائية، أو الصياغة بعدين المراجعة، يعني هي 3 مراحل. أنت أغبى الناس، شوف أغبى الناس في الكتابة من يكتب المسودة والمن بيضة في نفس الوقت. معلش نكررها للناس علشان الكتاب أنا وبالذات المبتدئين، دائما أقول للمبتدئين ترى عقلك حساس ونفسه عزيزة، لا توقفه. أنت لما تجيك الفكرة اكتب اكتب شخمط، هذه أول خطوة المسودة. أي شخمط لا، بس لا تفكر هي صح أم لا، هي ولا خطأ، لا تفكر هي تقبل ولا لا، اكتب كل شيء. الدفقة الأولى زي المطر، خلوا ينزل، بعدين وزعوا على السواقي. المرحلة الثانية هي يسمونها الفرزة والصياغة. الصياغة والفرز. والله بدل ما أكتب أبو يحيى أكتب أخي مفرح، بدل ما أكتب أخي مفرح أقول ابن الشقيق البطل مثلا. المرحلة الثالثة مرحلة التنقيح، وهو قبل إرساله للنشر أو الجريدة. هذه 3 المراحل كلهم أكدوا عليه أنه ما في أحد منهم قال أنا أكتب المسودة والمبيضة بنفس الوقت. طيب أنا يعني ما أبغى أشطح كثير على موضوع الكتاب، لكن بعد ما يخلص الكاتب هذه 3، هل أنت مع أنه يستشير كثيرا في موضوع كتابه، ولا يعني يقتنع بنفسه؟ لا يستشير كثيرا. شوف، يقول نيتشه، يقول لن تبحث عن الكمال فلن تصل إليه. أنا أقول إذا اكتمل النص بنسبة 75%، أنا لما ناقشت الماجستير لما طلعت من القاعة قلت يا ليتني أضفت. لا يمكن في العلوم الإنسانية إلا أن تندم، لأنه ثاني يوم أنت كبرت معلوماتك وتطورت، فتحتاج إلى أنك أنت تضيف.
أنا أقول استشر اثنين وإذا اكتبر خمسة كعد أقصى. أكيد أنك بعد سنة يعني أنا أقرأ مقالات اللي كتبت العام أقول مين الأهبل هذا اللي كتب والله أرميها أقول عنه العام قريب يعني ما أقول لك مين الأهبل هذا أنت يا أحمد والله أنك مهبول كيف شرشولك وش بتقول عن نفسك لو رجعت المقالات عشر سنوات أقول لك يعني هذه بس هذا يدل أنا يعطيني جانب إيجابي كمان أني نموت واحد يقول إذا مقالاتك العام زي مقالاتك قبل 20 سنة فأنت للأسف عمود كهرب ما تطورت المرحلة الثانية مرحلة التنقيح والصياغة والتجهيز للنشر أو الطباعة إلى آخره المرحلة المهمة أيضا أنه طرائق الكتابة كثيرة واحد يقول لي أحمد أنت كيف تكتب قلت له أكتب الصباح قال أكتب زيك لا يمكن أنت برنامجك ساعتك البيولوجية بالليل الكتابة مثل العطش مثل الجوع فجأة تهجم عليك فتستجيب لها في ناس ليليين يعني العقاد مثلا كان يكتب في المساء أنيس منصور يكتب الصباح وكلاهما كاتب جدير بالاحترام طيب معليش برضو باخذك شوي تفضل ترى اتخذت أكثر من حقكم معليش الناس اللي يتعمدون تهيئ طقوس أو أجواء للكتابة هذا تصرف سليم مثلا هو يحب أنه يكتب بعد ما يستحم ولا يبخر ولا يسمع موسيقى ولا يعني هذا تصرف كتابي سليم ولا لا لا هو مو سليم هذا يدل على ضعف الموهبة لحد ما أنا أقول لك زي المرأة اللي ما تحمل فتستدعي يعني قالوا له والله اقرأي سورة البقرة أو الكهف وسوي كذا وابتعدي عن الأكل الفلاني وذا عشان تهيئة الرحم للحمل هي نفس الوضع الكتاب المحترفين اللي نعرفهم والله يكتب في الباص يكتب تيجي الفكرة ولدت الفكرة في ناس يحط فيروز ويبري القلم ويعطر الساحة لا هم ليش يحتاجوا لهذه الأجواء أحيانا إذا وصلوا إلى مرحلة عقدة الكتابة وانت أيوة تعرف هذه أحيانا أيوة الكاتب أيوة يمر في مراحل جفاف أنا أقول لك الكتاب شوف أفضل طريقة لاستولاد الكتاب أنك تقرأ العقاد يقول لا يكتب الإنسان صفحة إلا أن يقرأ 30 صفحة ممتاز بالدف تمشي كده نكمل النقطة الأخيرة يا حبيبي تمارين الاستطالة كلهم ركزوا عليها وأنا أكد دائما للكتاب والقراء أنه أنت بعد كل نص ساعة أسوي كذا تمارين الإطالة كلهم تقريبا قالوا أنه أنا أسوي تمارين الاستطالة لأنه دائما الكتاب يجيهم ألم بكتافهم والقراء لأنه يقعد فترات طويلة الجسم ما يتحمل فأنت كل نص ساعة تسوي تمارين إطالة بقيت أنت تسألني سؤال دائم وهو الملاحظات الحقيقة في ملاحظتين أنا أعتبرها تخل في الكتاب أولا أنه ما جاب إلا كاتب واحد عربي هشام مطر بس كاتب واحد عربي أيه. الشيء الثاني أنه الحقيقة علي زين أو اللي جمعوا الكتاب متعصبين للرواية كلهم روائيين طيب أنا أبغى الشعرة زيك أبغى كتاب المقالات وكتاب السير لأنه ذولا كلها في الأخير هم مهنتهم كتابة بس كل اللي جابهم روائيين فالكتاب ذا أنا أقول في يوم كاتب من الكتاب الروائيين لازم تكون في عبارة إضافية الكتاب بشكل عام جميل في أفكار كثيرة واحدة تقول أنا ما أكتب إلا لأكل خص والله صرت أكل خص أنا صرت أكتب طيب جربت الخص قبل الكتابة تدفق معك القلم كيف الخص يا أخي كفي أنه في البرجر موجود خص تدفق هي تقول أنك الخص وأنا والله أكلت بس ترى هو له دلالة ما حقولها لكم في البرنامج في دلالات كبيرة أنت لما تروح لبنان يحطون الخص بس يحطون لسبب آخر غير الكتاب طيب وش رايك تتقهوى أشوفك مقصر مع شاي نطلع فاصل ونرجع فاصل مكملين حياكم الله مجددا في يا هلا بالعرفج الاسبوع الماضي لما طلعنا في حلقه خاصه من يا هلا بالعرفج بمناسبه اليوم الوطني ما كانت فقره البرواز موجوده معنا بطريقتها اللي بداناها من بدايه موسم يا هلا بالعرفج في استعراض واجهه من واجهات المملكه العربيه السعوديه في كل اسبوع اليوم تعود لنا ابغى اشكر كثير حقيقه كل اللي تواصلوا وسالوا عن هذه الفقره لانها يعني على مستوى الاسابيع الثلاثه الماضيه شكلت حالة من الحضور الجماهير الجيدة اليوم تعود معنا هذه المرة من العلا ماذا وجد الدكتور أحمد العرفش في محافظة العلا دعونا نتابع أهلا أستاذ أحمد العرفش معك الإعلامي والمصور عبد الرحمن البلول أهديك هذا المقطع خصيصاً لبرنامج يا هلا بالعرفج الذي نحرص أنا وزملائي على متابعته كل أربعاء على روتانا خليجية
العرفج يحدثكم من العلا. انت بس تقول العلا يكفي الاسم فخامة. علا 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 علا. انا زرت العلا قبل 35 سنة وزرتها الان. فرق كبير جدا جدا بين تلك الايام والان. شوفوا بالله سلسلة الجبال، شوفوا سلسلة الجبال، شوفوا التزكية البصرية، تغذية بصرية لا حد لها. شوفوا هنا في الجهة الاخرى هناك، شوف ما شاء الله النخيل، سلسلة نخيل، بلد ما شاء الله، بلدة معطاءة. أما لو بحثتم في كتب التاريخ عن العلا فستجدون العجب العجاب من الحضارات ومن الإبداع. يكفي أن الأنباط والشعر النبطي صدر من هذه المحافظة الجميلة. أنا الحقيقة في العلا ما أدري إيش أصور وإيش أخلي لكم، لأنه كل ما في العلا يستحق التصوير، وكل ما في العلا يستحق الإعجاب، وكل ما في العلا يستحق التقدير والمحبة. يا جماعة أول مرة أكل تمر ما في نواة، وسألت الدكتور يقول جلاكسي، وإيش قصة الجلاكسي؟ هذا البانة، البانة العلا. والله؟ نعم، هي اسمه؟ قليلة السكر، البانة. البانة ها؟ أي نعم. أشوفها قليلة السكر مرة. نعم، السكر ولينة كذا تذوب في اللسان. شوف ما فيها، ما هي. ما شاء الله تبارك الله. لا هاي بغالي منها عذق. يا جماعة الدكتور حامد أكرمنا فواكه وأكل، وأخيرا قرر أنه يعطينا مخداتنا من القطن هذا. هذا وش قصته يا دكتور؟ هذا أنا أول شيء نعطيك الياسمين لزيارتك. يا سلام. والقطن من الأشجار الحديثة التي زرعت في العلا، والحمد لله يعني لقي نجاح. متوقع إذا وجدت استثمار جيد أن تكون منتج إن شاء الله. هذه مخدة تسويها مخدة بالراحة. هذه مخدة نعم. يا سلام. قطن وياسمين وتمر وموية وحمد وشكر وبالعلا. الله يحييك. ما شاء الله على خيرات العلا. يمكن أكثر، طبعا جبال العلا معروفة، لكن أكثر شيء لفتني هي سلسلة النخيل اللي كنا نشوفها، ويعني هذا العطاء من المزارع الله يجود عليهم ويكثر خيرهم. ومن جمال إلى جمال، وتحية للعلا كمكان وكأهل وناس. يعني التعليق عندك دكتور؟ مدام قلت تحية لأهل العلا، هذا الدكتور القدير حامد الشويكان قال لي اعزم لي أبو يحيى وفريق يا هلا كلهم باستضافته في المزرعة اللي كانت إحدى المسارات في شتاء طنطورة. أبد شكرا لدعوته، وإن أيوة. شاء الله نجيب بإذن الله. حتجد قطن تحط لك مخدة، وعنده جلاكسي تمر ما هو موجود اللي عندهم، وعندهم خبز خاص في المنطقة من القمح حق المنطقة. والله يا أبو يحيى أنا مدمن خبز، مدمن. يا أخي كفينا بسكر. كرم دعوة. أي والله لا لازم تروح إن شاء الله، لازم بإذن الله. هذا واحد. ثانيا أنت لما تقول العلا يا أخي يعني تحس أنك صعدت فوق من الاسم، بس وهج الاسم. البلد هذه العلا كأنما مثل ما يقول الدكتور فهد العرابي الحارثي يقول أن الأمير محمد جعلنا نعيد اكتشاف السعودية، فجعلنا نكتشف العلا. العلا كنا نمر عندها ما كان في تركيز. الآن الحكومة عام 2017 أنشأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا. صحيح. ستكون قبلة سياحية، ستدر ملايين الدولارات للسياحة، قبلة عالمية سجلت في اليونسكو. لما تجي العلا أيضا الحضارة، دولة الأنباط، الدولة الديدانية، اللغة. لما أيضا أنا شفت بعض المعالم مكتوب عليها لغة الأنباط واللغة العربية والإنجليزية، إيش تبغى أكثر من ثلاث لغات؟ الأنباط ما تلقى لغتهم ولا في أي محل في العالم إلا هنا. نجي يا طويل العمر للتنوع السكاني اللي فيها، حضارة 4000 سنة قبل الميلاد. الدولة عندما بنت فيها هذه المعالم السياحية سوت مشروع خاص للابتعاث لأبناء وبنات العلا، وبدأ المشروع الآن يدر. أنا قعدت فيها يومين الحقيقة، التقيت محافظ العلا رجل فاضل، التقيت في الناس، في بهجة، الناس عندهم بهجة وفرحة وفي عمق حضاري. لما تقعد تتكلم مع أي واحد في العلا سواء كان متعلم ولا عامي تجد عنده وعي، لأنه يتكلم عن إرث عمره 4000 سنة. هذه جولة من الجولات اللي أنا سويتها، استفدت منها. قلعة موسى بن نصير موجودة. نعم. أثناء بعد الحمد لله ما سمح لنا بالتنقل بين المدن، أنا سويت جولة من ضمنها العلا، والحقيقة أنه قعدت يومين وطلعوني بشرطة، سحبوني ولا ما كنت بطلع فندق، طلعوني بالقوة، قالوا لي لازم أطلع. من جمالياته هذا الرجل الدكتور حامد اللي متقعد معه كتلة من الأخلاق والأداب، والمزرعة حقته فيها جنة. أي والله أبد. وشكرا لدعوته الكريمة، ويعني الله يهني العلا وأهل العلا بهذا المكان الجميل واللي مقبل مستقبلا على كثير من التطور الرائع. ولا أنسى أشكر عبد الرحمن البلوي المصور القدير اللي صور لنا المقطع ذا، وهو رجل نبيل وشاب من شباب العلا
القادمين بقوة لمجال التصوير. يستحق التحية عبد الرحمن بلوي، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نشوفك في هالمجال من نجاح إلى نجاح يا رب. ويصور لنا نيوم، هو إن شاء الله يصور لنا نيوم زي كذا يصير لنا مقر. يلا ونيوم حتكون يعني من فقرات البرواز القادمة إن شاء الله. بنروح لفقرة أين تذهب أعمارنا، وهي الفقرة اللي يعني استعرضنا فيها ثلاثة أعمار، واليوم نستعرض العمر الرابع، عمر الشاشات، تفاصيله، محتواه، مضمونه، كل ما يتعلق فيه بنسمعه من الدكتور أحمد العرفج، ولكن بعد ما نسمع الفقرة بصوت جميلنا محمد العرجاني. أين تذهب أعمارنا؟ ثالثا عمر الشاشات، وهو العمر الذي ينفقه الإنسان على الشاشة سواء كانت في الجوال أو التلفاز، ولم يكن هذا العمر محسوبا من قبل نظرا لقلة الوقت الذي ينفقه المرء أمام الشاشة. ومن كتب هذا العمر كتاب حياة الشاشة للدكتور القرني. عمر الشاشات يا دكتور، يمكن الاسم غريب شوي لكن نعم. بناخذ التفاصيل، لأنه قلت لك أنا مؤسس لهذه المدرسة ومؤسس لهذه المدرسة، فالله يكون في عوني لازم أشق الطريق، اللي يجي بعدي حيجد المعالم وبس يعدل. أنا بس أقول لأبو يحيى الحقيقة الفقرة هذه رغم أنها نموها صغير وعمرها 4 أسابيع، إلا أنه الناس بدأوا يزعجوني الأسبوع الجاي عن أي عمر، متى يجي دورنا؟ أبغى العمر الغرامي، أبغى العمر الشعوري، أبغى العمر النفسي، أبغى العمر الكنتي، لأني أنا اخترعت كل الأسماء حسب ما شفته في الحياة. العمر الغرامي في الفلنتاين. لا في الفلنتاين. إذا صادفت حلقة الأربعاء. الفلنتاين أو آخر أو آخر آخر الأعمار، لأنه نبغى الناس الآن نبدأ تعرف الجزار أول ما تجي يبدأ يبيع لك الأشياء غير المضمونة، يخلي المضمونة. العمر الغرامي كل الناس متوسدة ينتظروني. طيب عمر الشاشات. أيوة عمر الشاشات، شوف هذا عمر خطير. لو جيت الأم الله يرحمها وأمك وجدي وجدك ما كان عندهم هالعمر، لأنه ما كان فيه تلفزيونات ولا شاشات، فهذه 5 ساعات مخض. هيا تصدق أبو يحيى يعطيك فاجعة، دراسات تثبت أن السعودي والعربي والعالمي أي شخص ينفق في الجوال والشاشة ما بين 5 إلى 7 ساعات يوميا، يعني تقريبا ثلث يومه يروح في الشاشات. كثير جدا. كثير. أنا اليوم مشتري قطرة، قطرة اسمها قطرة الشاشة، من كثر الشاشات لازم تشيل ب35 ريال قطرة على أساس بس اسمها قطرة الشاشة. اسمها نعم اسمه قل له قطرة الشاشة، هذه تصرف اللي يدمنون النظر للكمبيوتر. إنه وش تسوي؟ تخفف تبرد على العين، لأنه أنت لما تشوف تجي الأشعة الآن ترى كل اللي يشتغلون. يعني الحاسب تقدر تروح الصيدلية تقول عطني قطرة الشاشة. نعم. قل له قطرة الشاشات، قل له أنا مدمن. يا رجل في الحكومة يعطون بدل نظر لأي واحد يمارس الكمبيوتر 10% من الراتب بدل نظر، قل له ما أنت الحين أطلب. وهذه وشلون تستخدمها؟ تقطرها بعد كل ساعتين، تقطرها تبرد عيونك، لأن بعد كل ساعتين يعني يختلف نظري عن نظرك. نظرك زي الصقر ما شاء الله، نظري يعني لك عليه. لا يا رجل ما شاء الله. انا كل ساعتين او هم يقولون كل ما تحس بحراره بعينك بديت تحك حطها برد. إيه؟ وب 35 ترى هذه غير قطره الترطيب المعروفه. الترطيب اقل منها بس. طيب. في قطره انت قل له ابغى قطره الشاشات، يمكن ما يفهم، قل له بقطره لما نقعد بالكمبيوتر وقت طويل. إيه؟ بس يبغى لك تستشير دكتور عيون قبلها عشان يحدد لك. ايوه ايوه. لا انا مستشار نفسي الحمد لله. دكتور نفسك. إيه؟ لا لاني عارف متى ما حكتني عيني جبت قطره. يلا عطنا عمر الشاشات. شوف عمر الشاشات طال عمرك، اول من بدع فيه كتاب استعرضناه هنا للدكتور الفاضل عبد الله القرني، اسم الكتاب حياه الشاشه. تذكر استعرضناه. إيه؟ هنا واستعرضه. هذا أخطر كتاب طبعا، في كتب كثيرة عن ثقافة الصورة، أنا اللي عديتها 15 كتاب في هذا العمر تتحدث عنه، بما فيها خطورة النت، بما فيها الآن الواتساب، كل ذا، الشاشة، التلفزيون، تليجرام، تيك توك، مكتوك، كله هذا عمر الشاشات. هذا أنت لو تحسب 5 ساعات من يومك كثير، 6 ساعات طبعا أنا وإنت العقلة 5 ساعات، الناس صراحة في ناس تصل 10 ساعات، وهذا مرة 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 خطير. أتوقع اللي متعلقين بألعاب الأونلاين وغيرها. نعم. والآن مع المدرسة الافتراضية زادت، بس إحنا نقول الساعات التي تدخل فيها الجهاز للتعليم تحسب من العمر التعليمي. إيه؟ ولا تحسب من العمر الناشر. جميل. بس برضو بقول لك على نقطة دكتور إذا تتفق معي فيها، أنا لا أعتقد أنه 5 أو 7 ساعات هذه كلها سلبية، في فوائد كثيرة. لا أكيد أكيد. بس يعني الشاشة سواء تلفزيون أو جوال تصنع شيء من الثقافة من بالضبط المعرفة. بالضبط. هي شوف زي ما يقولون أهل التفكيك، بقدر ما تعطيك بقدر ما تحجب. والآن أنت لما يجيك مقطع والمقطع ذا ياخذك الزاوية، انت تصدق يجيك مقطع مجتزأ انه ابو يحيى مثلا شتم واحد في جيزان واخذوا جزء من المقطع، هو شكلك يعني. ترى الان مع الاسف السوشيال ميديا
لم تجعل عقلك ملكك بل جعلته ملك السوشيال ميديا. شوف اللي يسمونه التايم لاين بتويتر هو اللي يقودك. احيانا تلاقي قصيده الواحد معارض السعوديه كلنا هجمنا عليه، احنا اللي شهرناه، احنا اللي طلعناه لانه قادنا بطريقه ذكيه. فانا اقول لك عمر الشاشات عمر طويل، بس انا احب انبه على اساس انت لما تقرا تقول اوه هذا عمر الشاشات اللي قال العرفج خمس ساعات. في الان طلعوا الحقيقه ميزه ومستخدمينها البنات الذكيات، انه كل ما تدخل الجهاز يبدا يسجل لك ويقول لك تراك انت اليوم، يعني انا جهازي قال لي انك الاسبوع ده نقصت عن الاسبوع الماضي 23%. هو الايفون فيه الميزه بالضبط 23% اسبوعيا. انت انا اقول يا جماعه موضوع سهل، انا مطبقه ساعه اخر 10 دقائق من كل ساعه امر في الجهاز بسرعه واطلع. اذا حددت الهدف من الدخول الشاشه بسرعه تطلع. لكن واحد دخل فتح على مقطع، مقطع فتح على مقطع، مقطع فتح رابط يحولك على رابط، بعدين انت داخل. هذا نظريه الان طلعت في اوروبا مونكي مايند، هذا المونكي مايند العقل المشتت، انت داخل تبي تحجز بالخطوط إيه؟ فجاه تلاقي نفسك قاعد تتفرج على مضاربه في دوله من الدول، كيف جيت الله اعلم. طيب انت وش اللي يعني كذا بايجاز قبل ما نطلع الفاصل، وش اللي تنصح فيه لاستثمار الشاشه دون يعني تفريط او سلبيات؟ انا طبعا ما احب النصائح، لكن اقول لك اللي قراته كل خبراء السوشيال ميديا يقولون نصيحه واحده وعلمها، حدد ماذا هدف تريد من الشاشه، لانه اذا تركتها ممتعه تدخل على التيك توك تلقى بنت تشتم وبنت ترد وواحده تحط طبخه وواحده، يا عالم ممتع، اضافه لانه العمل مكروه، فانت عندك عمل تبي تاديه فهذا يفرحك يخليك تضيع. انا اقول لك ادخل وانت عارف انا بسرعه ادخل على طول واطلع بسرعه. وين الامتع، الشاشه ولا الشاي؟ لا والله يا جماعه هو حرف الشين، الشين في شيء، شيء في شيء وشيء مخفي وشيء شفته انا. طيب بالعافيه وبعد الفاصل اشوفكم. إذا بحثت في السعودية أعتقد أنك لن تجد أكثر من أحمد العرفج مدافعة وحبا وإعجابا بالتيك توك وعن التيك توك، ويبرر هذا بأشياء كثير جدا نختلف معه دائما نتحاور نتناقش فيها، لكنه هو مصمم على وجهة نظره وعلى رأيه. اليوم سؤال العرفج يتعلق بالتيك توك، خلونا نسمعه بصوت زميلنا محمد العرجاني ونرجع نتناقش فيه. كثر الكلام مؤخرا عن تيك توك، هل هو للأطفال أم للتجسس أم هو تطبيق سخيف؟ وسؤال العرفج هنا، ما سر هذا الصعود الكبير لشعبية التيك توك في غضون سنة حيث تجاوز كل تطبيقات التواصل الاجتماعي التي سبقت؟ أبا أربط لكم هذا الموضوع بحلقة عملناها في يا هلا على تطبيق التيك توك لما كثر الكلام حوله وحول فكرة أنه يستخدم المعلومات وكذا. هذه أقولها من باب الإنصاف، أنه الضيف اللي طلع معنا كان يقول وهو مهندس في أمن المعلومات أن التيك توك اليوم على مستوى العالم هو الأكثر اكتساحا بملياري مشترك، وهو ما لم يتوفر حتى الآن لتويتر والسناب شات. تويتر 330 مليون والتيك توك مليارين، هذا على حسب كلام ضيفنا. دكتور قبل ما ندخل في تفاصيل السؤال، أنت ليش دائم الدفاع عن التيك توك؟ لا بس أنت الحين نصفني أنك أنت ذاك اليوم قمعتني وأنا يتيم وقلت لا أنا ما أدري إيش. لا أنا فعلا أنا بعد كلام اقتنعت الخبير اقتنعت انه في شيء يستحق الالتفات له باهميه اكبر مما يسوق له اعلاميا. صحيح. هو يسوق اعلاميا اليوم انه التيك توك هو برنامج للتفاهه والتافهين فقط اذا جينا نتكلم بصراحه، لكن الحوار الكبير اللي صار من المختصين وانه جالس يصنع كل هذه الثوره التقنيه على مستوى العالم، هو تحدث سيبك من عدد المليارين، هو تحدث يقول انه التيك توك هو من اكثر برامج التواصل الاجتماعي اللي مستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. نعم. فخلنا نعرف انت ليش دائم الدفاع. لا بس انت ذاك المره قلت لي انا كلامك وجهه نظر تختلف، الحين بعد الحوار صحيح غيرت رايك. يعني شوف مو انا اصلا رايي من اول ما كنت اقول انه شيء للتفاهه، لكني كنت اقلل من أهمية. من أهمية. شوف أنا حماسي للتيك توك ليس لأني موثق حسابي وليس أني عندي 23 مليار في هاشتاج يهلا بالله 23 مليون بيهلا بالعرفج، لا أنا ذكائي حماسي نقطتين. واحد الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي الآن السعودية سوت وزارة اسمها وزارة الذكاء الاصطناعي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. نعم. أي.
هي وزارة صارت ولا مو؟ الهيئة السعودية للبيانات جميل. الذكاء الاصطناعي. الآن الآن طال عمرك الذكاء الاصطناعي من السنة دي إلى السنوات القادمة إلى أن يعلم الله إلى متى هيكون كل شغلنا ذكاء اصطناعي. الآن أنت تكتب مثلاً يحيى الشفيفي يقول لك جوجل هل تقصد يحيى الشقيقي مفرح الشقيقي؟ إذن هو هذا ذكاء اصطناعي لجاوبك. شوف الذكاء الحياة كانت بدت علاقة الإنسان بالإنسان، بعدين الآلة تكلم الإنسان، بعدين صار الإنسان يكلم الآلة. أخطر مرحلة وأسوأها أن تكلم الآلة الآلة، وهذه المرحلة المقبلة الكارثة. يعني تصور أنت الثلاجة عندك في البيت تتكلم مع الجوال وينحرق بيتك، صار بينهم اتصال مبرمجين على بعض. هذا كلام مستقبلي، خلينا في الداخل. الذكاء الاصطناعي عنده عدالة اجتماعية، بمعنى فايز المالكي عنده 1,000,000 متابع في التيك توك، مفرح الشقيق عنده 20، نزل محتوى مفرح يتناسب مع مواصفات الذكاء الاصطناعي يجي له 1,000,000 مشاهدة، بينما فايز يجي له 20. هذه تحدث عنها ضيفنا. صحيح الذكاء الاصطناعي، أنا هعطيك بعض الأسرار وبعضها لا أبغاه لي أنا. طيب أبرز الذكاء الاصطناعي صفاء الصورة، غرابة المشهد، مدة المقطع، هذه الثلاثة اللي أبوح لكم فيها. بقية لا، أنا اكتشفتها وبخليها لي أنا أكل وأشرب منها. إيه لي أنا. لكن تسري زي تعتقد إنه ما حد راح يكشفها لنا. لا يعني. لا بس أنا ما بحقولها. زي مثلا مطاعم عندهم نفس خلطة ما يعطونها لحد. طيب من حق يحتفظ بالخلطة. خلطة العرفة زي التيك توك طبعا. طيب الشيء الثاني العدالة الاجتماعية. الشيء الثالث وهو الأخطر، الآن ترامب محاربه والجيش الأمريكي ممنوع أي فرد في الجيش ينزل لأنه تجسس، وهذا واضحة ما فيها كلام، بل إنه يعرف النوايا. مثلا أنت كتبت رسالة لي أحمد طز فيك ومسحتها، هو يقول لي إنه مفرح كتب طز فيك ولا أرسلها، يحفظها عنده. القاعدة البيانات في التيك توك مخيفة، 2 مليار عند الصين. لكن ليش تقول إنه التجسس مفروغ منها؟ هو فعلا يستخدم. إيه طبعا، لا الكلام كلهم قالوا مع حتى ترامب قالها. لا هو داتا يأخذ منك، مثلا الحين أنت لو تبتك تعرف توجه السعوديين أعمارهم من 15 إلى 20 تأخذها من الصين، يقول لك اللي أعمارهم من كذا يحبون النصر أو الهلال، يحبون المطاعم المندي، يحبون كذا، يميلون للخطبة للبنت الشقراء، يعطونك لأنه أنت تعبي المعلومات تروح هناك النسخة. طبعا هو منتج صيني جديد، وأول التطبيقات الذي يقوم على الذكاء الاصطناعي. بعد إن شاء الله أسبوعين حنستعرض رواية تقوم على الذكاء الاصطناعي. لازم نعلم الناس من الآن Artificial Intelligence، هذا المصطلح اللي بدأ يضخ في العالم، ترى حنا نمارسه. أنت الآن لما ترسل في الرسالة تقول لي رقم هادي الفقيه يطلع لك إياه، هو يشل لك كيف قرأ، قرأ صوتك وقال لك ذا العين السحرية البصمة، هذا كله ذكاء اصطناعي مقبلين عليه. ولازم نتعود، التيك توك ليس سناب شات، سناب شات لا يقوم على الذكاء الاصطناعي ولا يقوم على المحتوى، يقوم على العدالة الاجتماعية. أنت قلت إنه الدافع عنه الحاجتين، الذكاء الاصطناعي وش الثاني؟ والعدالة الاجتماعية. إنه أنت مثلاً أنا أقول لك أنت ما سويت. مشهور أي أحد. أنت ما سويت، حنسوي لك الأسبوع الجاي، نزل مقطع تلاقي 100,000 جارك وغيرك يعني يلا. وبعدين في عدالة. الأسبوع الجاي ندخل العالم. في واحد معلم شاورما، معلم شاورما. إيه. عنده 1,000,000 ولا هو قادر يوثق حسابه، رافض الذكاء الاصطناعي ما قبله أبداً. أنا ما عندي ذاك العدد اللي زيه، أقل منه، أقل مش كثير أقل. وثقوا لي. العدالة الاجتماعية في الذكاء الاصطناعي غريبة، ما هي شيء سهل أنك تفهمه، لازم تدخل في الذكاء الاصطناعي عشان تفهم كيف يعمل الذكاء. اسمح لي أخذ فاصل. أكيد فاصل ونكمل معكم. وصلنا إلى فقرة المشي مع العرفج. من مشى مع العرفج هذا الأسبوع؟ الشيخ القدير عادل الكلباني. المشي مع العرفج هو الحدث الذي نعرضه في كل أسبوع، لكن أعتقد أن مجموعة كبيرة من الأحداث ستتولد بعد محتوى هذا المشي والحوار الذي دار بين الدكتور أحمد العرفج والشيخ عادل الكلباني. كل التحية والشكر والتقدير للشيخ عادل الكلباني على تقبله دعوة البرنامج والمشي مع العرفج. خلونا نشوف وش قال مع العرفج في المشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة المشي خير وبركة. أنا أمشي مع لاعبين وأمشي مع أمراء ووزراء، اليوم أمشي مع رجل جليل فاضل ما شاء الله عليك. وكما يقولون أول مرة يلتقي الشمس والقمر. الشمس والقمر. هنيئا لك شيخ عادل. سلام. أول شيء قل لي علاقتك في المشي وأنت قدوة لما يين الشباب. والله شوف أنا
يعني جاني زي ما يجي الناس السعوديين الكثيرين اللي هو يسمونه السكر. بسم الله عليك. اي وصرت بعدها حرصت صراحه على المشي، اول كنت كسول. طيب قرار اتخذت وين تمشي؟ ما هو جزء دائما ما تراجع القران، ما تراجع جزء عمه الا ولله الحمد مراجعه القران في المشي. يا سلام. طيب انت عرف عنك الانصاف، هل ترى اللي تعرض له الهلال باخراجه من البطوله بسبب اللاعبين اللي كان السبب هو ذاك شوي مما يعني مما اذاق الناس؟ يعني قصدك كانوا يظلمون الناس فذاق يعني ما وما ظلمناهم ولكن طيب هل تتوقع طال عمرك انه النصر يحقق اسيا ان شاء الله؟ والله النصر عالمي يحققها ولا ما حققها؟ خلاص هو عالمي يا الله. طيب والدوري الجاي، انا سمعت بقوله قل لي صح ولا خطا، انه العشر سنين الجايه كلها صفراء للنصر بطولات. الله كريم وما ادرك الله بعزيز. اوه الله كريم. اي والله بس والله قويه على ان الهلال يذوقون بعض ما اذاقوه الناس. والله هذا اللي انا اشوفه يعني ويمكن اكون غلطان لكن هذا اللي انا اشوفه. طيب انت محبوب يا شيخ عادل، ليه ما امشي معك كل اسبوع تسمح لي؟ ابشر. اكيد والله حتى لو انا حليق. حليق لا الدين مهم باللحية. يا سلام عليك والله انك مكسب يا شيخ عادل. لكن ليست تعرف انا احبك، وامي الله يرحمها كانت تحبك وتدعي لك. امك ايش اسوي راحت كنت لا بس بدعي لك الله يعافيك. الله شكرا يا شيخ عادل، الله يكثر خيرك. شكرا للشيخ عادل الكلباني مرتين، الاولى على قبول دعوه البرنامج والثاني على كل ما تفضل به من اثاره خلوني اسميها في هذا المحتوى. دكتور انت متفق معه على استشهاده بظلم الهلال وانه يعني يذوق ما اذاقه للناس؟ شوف خلينا اول شيء نتكلم عن ظاهره الشيخ عادل. طيب. انا اعتقد انه الشيخ عادل يعتبر ظاهره في السعوديه. إيه؟ بصفه انه رجل ما شاء الله قارئ للقران، صاحب صوت عذب، قاد المسلمين في الحرم، إمامة الحرم فترة من الفترات، رجل سمح، أخلاقه جميلة، يتعارك مع الناس في تويتر، يرد عليهم. يعني واحد مرة قال له أظنه قال له جاكيتك أو أنه مدري أبو كلب، قال ما يشرفني أكون ابنك أبو كلب يعني. أيوة. أيضا الشيخ عادل عرف عنه السماحة والطيبة، حتى أنه كان كلامه حاد لكن الناس تحبه. أنا بيني وبينه مودة كثيرة، لكن أول مرة التقي بيني وبينه مراسلات، فقلت له شيخ عادل أنا ودي أسلم عليك وأشرب شاهي عندك وإذا عندك سلف. قال لي الله حيك أنا في المسجد، جيت صليت معه المغرب، بعدين دخلت معه المختصر، جاب لي قلت له أنا ما أبغى سلف أنا أبغاك في المشي. قال لي والله تامر أمر نطلع، إلا طلعنا في عيال سياطين صغار صوروا الكلام وسربوه جزء من الكلام. ما أتفق معه ولا أختلف، لكن حنا يا أبو يحيى في هذا المنبر وصراحة قنوات روتانا تتيح الأصوات للجميع. يعني إحنا مثلا اتهمت أنا كم مرة أني أطبل الهلال، قلت ليتني أعرف أطبل. الآن إحنا جبنا الشيخ والآن مهددين يرفعون عليه قضية بعض جماهير الهلال، نعطي الناس فرصة. هو قال إنه هذا خلوا وجهة نظر، يعني هو ما اتهم أحد ولا شيء. فنحن نقول خل الناس تسولف وخل الناس في الأخير الملعب واللي يحكم 90 دقيقة ترى هي اللي تحكم، والله لا هذا ولا هذا. بس أنا في وجهة نظري لا، بس أنت تتفق مع فكرة أنه يعني الهلال ظلم ومن أجل ذلك ظلم؟ لا لا لا، أنا أقول لك أن اللي حصل للهلال موضوع خارج عن إرادته، ليس بإفراط منه ولا استهتار. هذا كورونا عطل العالم كله وعطل الهلال. أنا كنت أتمنى من الاتحاد الآسيوي أنه ينظر له بعين العطف، يا أنه بزيادة لاعبين يا تأجيل البطولة لين يتعافون، لكن إرادة الله. خلنا نقول أنك تختلف مع رأي الدكتور. ايوه اختلف، بس انا اشيله فوق كتفي عشان يقول رايه، وانا سمحت له. انت تعرف كنا نقدر انا وانت منتج المقطع، لكن ليست من اخلاقي ولا اخلاقكم ولا اخلاق روتانا. طيب. حطينا الكلام زي ما قالوا. فيما يخص النصر ساعتي صفر اليوم. انا اقول ونبارك لهم بصراحه، نبارك لهم. وانا قلت تصريح زعلوا عليه الهلاليين، وانا والله لا احب النصر ولا احب الهلال، احترمه وانا اتحادي. اقول العشر سنين القادمه مرة يعني معالمها اصفر وازرق، والله يعين الهلاليين على لا 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 لا. كيف حكمت انه العشر سنين لا في استعداد قوي يعني؟ ايه؟ اليوم مثلا شخصيه النصر وضحت. انا قايل لك قلت قبل اسبوعين قلت سالت يعني 2-0 كان ممكن تنتهي 5-0 ولا اكثر، وانت سالتني يوم قبل اسبوعين قلت لك المرشحين الهلال والنصر، قلت لي الاهلي، قلت لك لا الاهلي لسه ما استوى تحتاج. لا النصر نضج، النصر اللاعب فيه عن 10 لاعبين وحيقبلون، وانا اقول لك حيكون طرف في غرب اسيا، بس هل هيفوز على شرق اسيا؟ هذه ما اقدر اتكلم. ما تقدر تتكلم بس تقدر تتوقع، احنا تعودنا على توقعاتك الدوري واسيا صدقت معك. توقعاتي البطوله من نصيب شرق اسيا.
من الآن. أوف. بس النصر حيكون طرف وهذا المهم. خلى النصر طرف. ليش بنيت إنها؟ والله شوف القوة في الشرق أكثر. النصر عنده عناصر بس لسه ما انسجم. يعني اليوم مثلاً قليل إنه يفوز على الثري اثنين مفروض أكثر. صحيح. بس نظراً لأنه ما في انسجام وفي لخبطة. يعني عبد الفتاح عسيري قبل أسبوعين لعب مع الأهلي. الحين لعب ضد. يعني أنت تتوقع تأهل النصر للنهائي ولكن دوري أبطال آسيا لفريق من شرق آسيا. هذه توقعاتك. والدوري السنة الجاية والكأس للنصر. السنة الجاية. السنة القادمة. لا كأس الملك القادم هذا. إيش توقعاتك؟ لا هي كل بطولة جاية من الآن للنصر. للنصر. إيه طبعاً. لا النصر قادم بقوة. طيب. شوف يا أبو يحيى. إيه؟ الله عز وجل أمرنا بالعدل سواء حبيت الخصم أو ما حبيت. بالضبط. على الأرض المعطيات النصر قوي على الأرض. نعم. بقينا بالحظ هذا ما نملكه. علم الغيب ما نملكه. لكن على الورق النصر لا يضاهيه الآن فريق في السعودية. نعم. وبالتوفيق له في آسيا. نعم. هو ممثل الوطن الوحيد اليوم وإن شاء الله يتفوق. بنروح إلى فيديوهاتنا. خلونا نشوف الفيديو الأول. جليسها مدخن، هو ما يدخن، لكن يقعد مع مدخنين. هذه كذا صارت الرئة، جليسها مدخن. الرئة حقيقية؟ رئة حقيقية، كلها هذه شوف الرئة حقيقية، رئة إنسان حقيقية. هذا الجليس. جليسها مدخن. يعني جليس اللي ما يدخن هذا. رئة جليسها مدخن. الله المستعان. هذه رئة سليمة 100%، طبعًا رئة حقيقية كمان. هذه رئة مسرطنة 97 وفيها سرطان. هذه مادة التبغ الموجودة بالسجائر. هذه مادة القطران أيضا الموجودة بالسجائر. لما الشخص في اليوم تقريبا يدخن مدبكتين في اليوم الواحد خلال عام كامل كل هذا الشيء موجود في الرئة. طيب خلال عام كامل هذا تقريبا نص لتر. هذه مادة القطران. هذه نفس هذه لكن هذا بعد ما صفيناه. لكن لما تكون موجودة في الرئة تكون ثقيلة بهذا الشكل. تعليق عندك دكتور؟ شوف خلينا أول شيء أشكر روتانا وأشكر الأمير الصديق أبو خالد الأمير الوليد الحقيقة اللي حامل على نفسه مجموعة من الرسائل من ضمنها التوعية بأضرار التدخين. المقطع هذا مهم يا أبو يحيى من حيث أنك أنت في جهتين، إذا كنت تدخن فالله يعينك لازم تساعد نفسك. الشيء الثاني إذا كنت تدخن لا تضر أسرتك. هم عرضوا كذا رئة، رئة المدخن ورئة صديق المدخن. يعني أنت عندك بالبيت أولادك أطفال صغار وزوجتك ما يدخنون، حرام تدمر رئتهم. فأنا أقول إذا بليتم فاستتروا فعلا في الدخان، ابتعد عن الناس. الآن في أوروبا في العالم كله ما حد يدخن في الأماكن المغلقة، محاربة كاملة للتدخين. أنا أتمنى أن نعالج التدخين ليس بالوعي وبالإرشاد، لا بالقناعة، أنه ترى يا جماعة أنت قاعد تحط سم في جوفك وتضر حولك وأيضا تضر مالك. يعني أحسن أنت المدخن 1500 ريال يضيع في نعم. ويقول لك الرواتب قليلة، وكيف الرواتب أنت تدخن 1500 ريال؟ طيب عاد أنت محاربتك للتدخين والقهوة هذه مع بعد ما عاد يعني وصلت إلى أعلى سقف للنقاش فيها. بنروح للفيديو الثاني. طيب. ونسمع تعليقك. خلونا نشوف. هذا الكسوة حيعطينا العم عبد العزيز نبذة كاملة عنها. وش قصة الكسوة؟ عام 1321 نعم لما دخل الإمام محمد بن سعود دولة السعودية الأولى إلى مكة نعم وجد أن الكسوة المكة غير لائقة، فطلب من جدي سالم نعم بن حسين أن يخيط الكعبة. يا سلام. فأرسل 6 من الرجال اللي يأخذون المقاسات من الحسا. من الحسا إلى مكة. إلى مكة. نعم. أحصين العائلات ولا أسماء العائلات، ولكن لم نحصل على أسماء الرجال اللي راحوا مكة وقاسوا الكعبة. نعم. والحمد لله تحصلنا على مدى اهتمامي بالتاريخ، تحصلت على قطع ثمينة جدا للكعبة، وسنقوم بإنشاء دار الموسل للكعبة الشريفة. يا سلام. تعليق عندك دكتور. شوف يا ابو يحيى، انا ودي والله انت والاستاذ موسى الموسي والشباب انكم تتبنون فقره في الشهر مره او ذا زياره المتحف او في بيت متحف. الحقيقه المتاحف الافراد في السعوديه كلموني في ينبع وفي الحسا وفي القصيم انه يا احمد التفتوا لنا، عندنا ثروه كبيره، جوله بخمس دقائق كل اسبوع تسوون في جوله. هذا العم عبد العزيز الموسي ابو محمد زرته وراني هذه الكسوه الغريبه، يقول في سنه من السنين انه ما كان في كسوه للكعبه وأمرونا وحصونا، حنا في الحسا سوينا الكسوة ولبسنا الكعبة، والآن قاعدين يجمعون الأسر
اللي اشتركت والقطع الموجودة في ذلك الوقت. أنا أتمنى تهتمون بمتاحف الأفراد وسيارات الأفراد القديمة، هذه ما أحد يدعمها الآن، لازم ننهضهم لو على الأقل مرة يمكن ترسلون مصور يسوي تحقيق بثلاث دقائق. جميل أبد، هذه من الأفكار المضيئة والجميلة، أشكر لك حضورك معنا وإن شاء الله نشوفك الأسبوع الجاي بإذن الله. شكرا لكم، شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. قبل ما أنهي يعني هذه الحلقة أريد أن أهنئ الوطن أولا بفوز ووصول نادي النصر السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا. الموضوع برأيي الآن لم يعد موضوع رياضي فقط، هو موضوع وطني رياضي اجتماعي. كون النصر اليوم في دوري أبطال آسيا هو الممثل السعودي الوحيد في دوري أبطال آسيا، واللي من الواجب أنه نقف جميعنا خلفه مهما اختلفت وتنوعت وتعددت الميول. بالتوفيق لنادي النصر ولاعبيه، الفريق اللي تجاوز مجموعة فيها السد وفيها العين واليوم الأهلي، قادر على أن يحصد هذا اللقب ويبقيه لقبا سعوديا خالصا. شمس النصر التي تشرق اليوم من الدوحة سيصل نورها إلى كل العالم. مبروك للنصر، أشوفكم بكرة فمن الله.